في لبنان ما زلنا نتلقى الضربات، ما زلنا نتلقى الغارات، وهذه الغارات اليوم عنفت عما كانت عليه يوم أمس، وسقط فيها أكثر شهداء من يوم أمس. ولكن يبقى يوم الثلاثاء هو أفظع يوم، أو يوم الاثنين، ما بين الاثنين والثلاثاء، وأفظع يوم في تاريخ لبنان منذ نحو 50 سنة، حين سقط في يوم واحد في 24 ساعة أكثر من 550 شهيدا. طيب حجم يعني هذه الضربات التي تمارسها إسرائيل ضد لبنان كما أشرت إليها، واليوم يعني اغتيال إسرائيل لمسؤول وحدة الطائرات المسيرة في حزب الله ورد حزب الله، حسب ما جاء في إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت أن حزب الله وجه 175 صاروخا على إسرائيل. هل تعتقد أن ما قامت به إسرائيل وحزب الله قد نسف جهود التهدئة التي تقودها واشنطن وباريس للتوصل إلى هدنة لمدة 3 أسابيع 21 يوما؟ للمصادفة أن يعني قادة العالم وزعماء العالم الجميع موجود في نيويورك، وبالتالي من السهل التفاوض ربما ليوم أو يومين، ربما في الساعات 48 المقبلة. الأجواء الإيجابية صباح الخميس تلبدت بعد ظهر الخميس، ولكن تبقى فسحة أمل أن تكون المفاوضات التي ستجري في نيويورك ربما تفضي إلى الوصول إلى هدنة، إلى وقف للنار، سيما وأن يعني هذه المفاوضات تحصل تحت النار. ودوماً يعني في لبنان في العام 2006، الأيام الثلاثة الأخيرة قبل الوصول إلى وقف النار في 14 من آب أغسطس بعد شهر من الحرب كانت الأكثر عنفاً. وبالتالي يعني إسرائيل كعادتها تفاوض تحت النار من أجل تحسين ظروفها. وثمة من قال في الداخل الإسرائيلي أن إسرائيل حسنت نسبياً من شروطها، سيما بعد ضربات متوالية نالها حزب الله، اعتباراً من ضربة البيجر ومن ثم اللاسلكي ومن ثم استهداف قيادة فرقة الرضوان، فرقة النخبة في حزب الله، إلى أن أتى يعني استهداف مسؤول الوحدة الصاروخية واليوم مسؤول وحدة المسيرات، يعني سلسلة ضربات يتلقاها حزب الله. كما أن هناك ضربات أخرى تطال مخازنه العسكرية في أكثر من منطقة، كذلك الأمر الضربات تطال يعني حتى منازل قياديين في الحزب أو منازل عناصر في الحزب، وهناك شهداء من المدنيين وهناك أيضا من العسكريين الذين يسقطون من المقاتلين. وحتى الآن حزب الله لم ينعى في الأيام الأخيرة سوى بعض القادة، وبالتالي كان ينعى جميع الذين يسقطون في الأيام الماضية. لا شك أن حزب الله هذه المرة الضربة التي تلقاها هي أقصى نسبيا من ضربة العام 2006، ولكن ما زالت قدراته كبيرة بحسب الخبراء العسكريين. إنما المشكلة الأكبر هي نسبة النزوح من بيئة حزب الله، أكان في سهل البقاع شرقا، أكان من الجنوب، أكان من ضاحية بيروت الجنوبية، بالرغم من أن ضربات على الضاحية هي ضربات يعني هادفة نسبيا ودقيقة إلى حد ما. صحيح أن الضربة الكبرى سقط فيها أكثر من 30 مدنيا يوم الجمعة الماضي، أما الضربات الأخرى التي حصلت فكانت هادفة، يعني إما سقط فيها الشخص المستهدف ومن كان معه في الغرفة أو في الطابق. ولكن بالرغم من كل ذلك هناك ضغط على الحزب من بيئته، من الواقع اللبناني الرافض للحرب، هذا فضلا عن القوى المعارضة أصلا للحرب، وأيضا القوى المترددة التي، واليوم سمع صوت معارض لرئيس حزب الكتائب سامي الجميل قبل قليل قال ليوقف حزب الله حرب الإسناد، ليسلم سلاحه إلى الدولة اللبنانية، هذا أفضل له وللبنانيين جميعا في هذه الظروف الصعبة جدا، سيما وأن عدد الشهداء المدنيين يرتفع أكثر فأكثر. وقبل قليل أعلن أن عدد الضحايا منذ 8 أكتوبر وصل إلى 1540 شهيدا في لبنان، يعني تقريبا نحو 750 إلى 800 منهم في الأيام الأربعة الماضية.